اللي غلط ما بقات عنده بلاصه بيناتنا. اللي بعنا برخاء احنا نصدقوه في سبيل الله. يا من هوى عز وذلني، كيف السبيل الى وصالك دل. يا من هواه عزه وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تكون فقلتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عاهدتني؟ تركتني حيران صبا نائما، أرعى النجوم وأنت في عيش هني. وأقول مظلوم وأنت ظلمتني، لا أقعدن على الطريق وأشتكي. وأقول مظلوم وأنت ظلمتني، ولا تعون عليك في غسق الدجى. يبليك ربي مثل ما أبليتني. يا من هوى وعز وذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفتني، حلفت أنك لا تكون فكنتني. كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا فيديو جديد. المهم كيف ما شفتوا في الاول، رحنا مشينا لكارفور وتقدينا واحد التقديه اللي كنا محتاجينها بزاف هاد الايام هذه. كيف ما كتشوفوا كاين واحد المشاكل كبيره بزاف عاوتاني في دارنا وعند اسره مغربيه اون جينيرال، محتاجين ضروري التموين كيف ما كنقولوا. نصرفوا على راسنا حنايا، ناكلوا بعدا ناكلوا رزقنا، ما يمن عليك حد، ما يقول لك حد ما تشي حاجه، ما يلومني حتى شي واحد على ردة فعل. ردة فعل راه واخا ما عرف شنو كديري، وكيكون انسان كيعذرك على واحد ردة فعل. ما كتكونيش انت اللي بديتي ولا انت اللي سبقتي، انت كان منك غير واحد ردة فعل. وردة الفعل ديالي انا معقوله معقوله معقوله، ما كنظلم حد، ما كنزيد على حد، وما كان وحقاني الحمد لله بشهادات كلشي الحق حق. ظلمتنا
ظلماتنا ما ظلماتناش ما ظلماتناش، ولكن احتاجت بزاف ديال الحوايج ما قدرتش نصبر عليهم وصافي عادي ردت فعلي راها معقوله. داكشي علاش صافي ما بغيناش نزيدو نعيقوا على هذا وصافي جينا لعند امي ما كيف ما شفتوا. شكرا على لي كومونتير زوينه صراحه اللي لقيتها عندكم، شكرا بزاف. كنشوف يعني زوين كنشوف الخايب، وانا في فيديوهاتي كنقول لكم كنقول لكم انا ماشي قاصه كنقول لك انت ولا انت اللي كتشوف فيا كون معايا، لا انت كتشوف كتميز كتشوف بالاقوال كتشوف ملي كيخطئوا وكيفاش كيدمصوا القضيه وكيبدلوا الموضوع. فهمتي انا بعدا كنلاحظها، انا ما كتعجبنيش هادي، كنلاحظ انه ملي كيخطئوا شي خطا ولا كنقول انا شي حاجه وكنبرر هادي وهادي داكشي ما كيبقاوش يهضروا عليه، كيوليو يهضروا على حوايج اخرين. جاوبونا على داكشي اللي ظلمتونا به وجاوبتكم عليه كامل في اللايف ديالي اللي فيه ساعه وانا تنهضر وما حبسش كاع، كلشي جاوبتكم عليه. ولكن ملي داروا لايفات اخرين ديالكم وكلشي ما كانش جواب على داكشي كامل، رجعوا لحوايج اخرى ورجعوا للتفاهات وصافي داكشي كامل صافي تنسى. ولكن ملي كنجاوب عرفت زعما كنعطيها لكم نيشان وزعما تتجاهلوا داكشي بحال ما تشوفوش ما حس ما كتبغوش الحق، هذا ما كان. المهم صراحه برت قلبي وقلب زعما الحمد لله هذا رمضان فرحت ميمه صراحه وفرحنا معكم خوتي المشاهدين. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، عواشركم بركه وبالصحه والسلامه. وهادشي اللي كاين مشينا تقدينا الله يخلف على يسرى. صراحه كن ميمه وبردت ليها القلب تقديا صراحه هذا خير ما كان، والحياه والسلامه الحياه رجعت لدار ام يوسف الفاسيه اللي داروا لها ام يوسف القاسيه، ولكن هي فاسيه حره. لا عمرها ما تكون قاسيه حاشا لله، فاسيه حره وحنينه على ولادها وكتبغي ولادها وحفيدها، والدليل هو هذا يعني ما خلاتناش وما خلاتناش المره الاولى وما خلاتناش المره الثانيه، وكانت هالدار هي الملجا فين ما كضيق بينا الدنيا كنلقاو هالدار ديال جداتي. وكتكون للاسف جداتي ما تتبانش ولكن نبوس لها يديها ديما تنبوسها وديما تنشكر جداتي في الخفاء وفي العلن وكلشي، لانه شي حاجه لداخل ما تتخباش على والو كتخرج. جداتي صراحه راه كلشي شهد عليها، واخا ما كيكونوا اخطاء كلشي كيخطا وواحد على كل شيء وهذه ولكن جداتي لقينا فيها الراحه ولقينا فيها الخير. ديما ملي كتدق بنا الدنيا وكتحسي براسك غير مرغوب فيك فواحد المكان هي اللي كنلقاوها معنا، ربي يخليها لينا والله يخليها لينا. وهادشي اللي كاين حتى نتوما الله يخليكم ليا، كما كنقول لكم دائما حتى توصلي لبلاصتي وهاد الدار ديال كلشي اللي بغى يجي مليون الف مرحبا. الحمد لله عليها واخا صغيره، اللهم لك الحمد لله. وانتم ماشي انا هادشي كنديرو بالجميل او كنديرو على شي مقابل، انتم اولادي طرف مني، واي واحد غيدير هادشي مع ولادو ماشي غير انا، اي واحد غيدير مع الا الله يستر القليل الا القليل الله نادره، هاد حاجه نادره. اما راه المراه كيف ما بغات تكون زيزونه عوره كيف ما بغات تكون ما تلوحش ولا ولادها. انا نسمح فيهم، انا علاش نسمح فيهم؟ انا قال لك انا سمعت في واحد هذا كيعيطوا تيقول لك يسرى غتمشي وتدي معها اختها وراه ماشي معقول وراه كذا. داك الساعه قلت مع راسي هذه هي اللي ما تكونش، وحتى الا كانت غلبوا لي في الري وداوها ومشاو نمشي معها نصدم على نفسي وكرامتي ونمشي معها. هذا الحمد لله غير منين فريد لحقاش هذيك راها بنتي اولى بها، انا اولى بها واخا ضايش عندها اختها غادي عندي، ولكن باش تكون معاها باش تقول منين غادي تكون معاها غادي يقيلوهم داكشي اللي كاين هما يقولوكش. ولو انا بنتي خليتها، علاش خليتيها سكتيها معايا ودي بعدا معاك غير اختك ودي معاك غير اختك ودي الخير غير فهزي غير اختك ارضا الناس غير وتدرك والله كنقول لك اللهم ادعي لي ريحك. ودابا انا جيت وجبت ولادي لداري وجيت كلشي غيقول لك ايوا خليتيها بوحدها وهذا هو خيرها ونسيتي خيرها وكذا. انا براسها هي بغات تجي قلت لها مليون مره، وغير البارح العشيه مشينا للمحل وهابطين في الطريق كنهضروا قسما بالله وهاد العواشر وجاي في الطريق. قلت لها علاش لبنى علاش ما تهزيش هاد الحوايج ديرهم في المحل تبارك الله المحل جديد نقي ما عندهم ما وقع له ونمشيو لدارنا راه كي عارفه تهزنا وحنا غير العيالات وخا تجلسوا كيما بغيتوا تجلسوا براحتكم. قالت لي ونخمم ونشوف.
غير بالك حتى هضر في العشيه قلنا ما بغيناش هذا بغيناش هذا الشيء ولكن شحال تجمعنا وشحال فرحنا وشحال كلينا قدر الله ما عندنا ما نديرو والله يجعل البركه في الراجل ديالنا اليسرى هي دابا راجل ديال الدار الله كرات لي التقديه ديال باها الله يطلقوا على خير صراحه غير دخلت بقيت كنطلع على هذا الشيء قالت لي التقديه ديال باها الله يطلق صراحه بصح والله العظيم باينه باينه واحد العام مسكين كان كيفكر في التفاصيل بحال دابا اي حاجه اي حاجه كتخص الدار كتعلق بالدار ولا من هذا الشيء ديال المواد ديال الغذائيه ولا من المواد ديال التنظيف كيخمم في التفاصيل الكبيره والصغيره واش كل شيء تبارك الله عليه كيفكر فيه صراحه مسكين يا ربي مسكين منين صلى علينا في الصباح سبحان الله العظيم ديما دايره اوت يعني دايره الصوت بالتليفون باش نسمعوا الى صوله وما تيصونيش فاش درت له سيلونس صوله وهوزمون كنت شاده التليفون في يدي عرفتي واش شحال فرحت وخرجت قلبي ما نعرفوش بحال الله خرجت قلبي وقلت كاع داكشي اللي في قلبي في وجهها هذا هو الجميل انه في وجهك انا صراحه في وجهك نقول لك كلشي في وجهك نهار نبغي نهضر نهضر في وجهك ماشي ندير لك تحت لتحت انا ما تنحرش ما تنحرش وما تطلق وما تزوج انا ماشي قاضي ولا عادله ما طلقت وما تزوج انا دبر راسي ما وصلناش الحمد لله لهذا الشيء ما غنوصلوش لهذا الشيء انا خويت قلبي عليه ودبر راسي داكشي اللي كاين حيت فعلا ضريت انا ما كان صافي عادي انت ضريتي قلتي وهي عاد ضرت غات ولا ضرت ولكن ماشي لدرجه غادي تطلق حتى شي شهاده ليا وميما بصراحه ميما كيفاش انا كنت كنتعامل ملي كان كيوقع بيناتهم شي مشكل هذا هو اللي انا بقيت معاها ومع باك اه هذا ملي قلت انا كان كيبقى فيا الحال كنقول علاش كتوصل مع باها لهذا الشيء علاش هما راه يدابزوا ويتصالحوا وهي كتوصل مع باها لهذا الشيء كتوقف لباها في الحلق كتقول لي بعد ما كتقول لي هي انا كتقول له يا زعما يا تخليها يمشيو بجوج ينجلسوا بجوج بحال هكا اه بحال هكا زعما كان زعما كنت كان ما كتخليلو غير هكا كندمت على هذا الشيء شحال مره قالت لي ندمت على شي كنت كدير مع بابا ندمت عليه هو بابا انا وبابا مزيان ماشي زعما وصلنا لواحد النيفو ولكن ايوا هو عارفك ولكن كنت ندمت بحس بقوه اللي عزيز عليا ندمت مثلا علاش كنت كنغوات ولا علاش كنت هادي لا بابا ما تقولهاش هكاك ما ديرش هذيك ما ديرش هذيك انا كنت كنبقى فيا الحال واش عاقله ولا ما عاقلاش كنقول لك اي يسرى ما ديرش باباك هكا خلي سوق كنسيري تقولي لي بحال هكا ديها في راسك هما راه بعضياتهم وفعلا فعلا كانت تلقى ديا كيدابزو حتى كندخل انا في الوسط كيدخلو لبيتهم كنلقاهم كيضحكو انا مع بابا في العيب كنبقاو هكا في العيب حيت باباك ما غيدوزكش ولا حيت عارفك حتى هو من صلاحته كتدير تبغي له غير مصلحته هادشي اللي كاين اللي تصلحو هادشي اللي كاين هي كنهضرو دابا وصافي الله يفاجئها علينا وعلى جميع انا زعما ما فيش كنت في دارنا ما كنت الريال ما تتبانش عليا في دارنا ايه وعقلتي فاش باك وقع له مشاكل وداو له فلوس وشكون اللي كان كينفق شكون اللي كان كيتسخر يسرى بحال هكا كنت كتمشي للمرجان وتجيب حيت فاش كانوا داو له فلوس وتزير ما تقاش ايه والله يهديها ودابا حنا في هاد الايام هذا زعما ما عمرها وتجيب ميكات ديال الديسير فاش كنا في التوبليكس وتجيب 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 حتى هو قال لها شدي يدك يا يسرى شويه تقول لي بزاف هادشي شدي يدك يا يسرى شويه وشوفي مصلحتك يا يسرى شويه وشوفي حس الانسان يهضر على الماك هذه هي الحقيقه لا قال وكيهضر على الوزن الوزن ديالنا حتى هو كيحسبو انا فاش جات راه فيا 90 كيلو اختي حتى هي كذلك بحال هكا لا هادشي هو اللي غيتافه حتى الوزن ديالك هادشي تافه صراحه لا كلشي تبارك الله كان صحيح وكلشي كان واقع علاش كتاكلي بزاف حوايج بكلشي الله يخليك علاش الله يخليك ولف وافتخر كملي لها انتيا افتخر انتوما ديروا بنات بكريشه وافتخر اخت بكريشه وافتخر واعتز جدا واعتز واتشرف اييه سميت انا اللي حرقت هادشي وحدين ما عرفتي كيدخلوا عندي كيبغوا ينتفوني كنلقاوني مباشره ينتفوني انا كتكتب علاش دايره وافتخر باش كتفتخري والله الا كنبقى نضحك كان كنحس بالله كنحس بالله درات ومدرات ومدرات ماشي شي قالك انا عاد بلا قلت انا شوف قلت البوتوفولا ولا كيف يقولها بزاف عليهم الحياه رجعت لدار لدار جداتي مسكينه قاعدين عام ونص وهاد الدار مهجوره اصلا ميما كانت كي عندها في القلب
وكانت واخا هكاك سامحه فيها. كنقول ماشي مشكل، ماشي سهل ان الانسان عنده دار مفرشه مقومه وجاي ساكن معاك مجرد باش صراحه باش يتوانسوا مع بعضياتكم، زعما هي تونس تونسنا حتى حنايا، ودابا حنايا هي دار ديال ماماتها هي في لاكزالا، شنو ناقصها زعما بخير متسعه يعني لثلاثه الناس كافيه صراحه، كافيه ثلاثه الناس يعيشوا فيها بخير الحمد لله ان شاء الله. يعطي انا راحت الله ورجعت فيها الحاجات شعات لها الحاجات، ضربنا نهار اللي واحد السيقه نهار اللي مشات للسخيله وهي ميته حتى جات حبه يسرى عاود رجعت لها الحاجات الحمد لله. الحمد لله على كل حال. هذا ماما نعم هذا الثلاجه ولا بلاش؟ لا لا يخليه بلاش سلام. المهم دابا حنا غنديرو هادشي هنا باش نقربوه للبلاكار، ودابا نرسيها ولا نديرو في البلاكار نديروها ولا نديروها في الثلاجه نديروها ان شاء الله دابا نرسي وصافي. هادشي اللي كاين هذا كريم باتيسير من هاد الحاجه تاع الصغار ماشي كلشي كاين في المرجان شي اللي حنا ريحه تهري كملنا بالتهري زين. هذا داير في الفريق بنتي لا 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 في الفريق الا طال حدبا ما نحوش جدو غير شويه من الاحسن في الفريق وتبقى البنات. المهم انا لبست البيجامه وجلست هنايا صراحه البرد وتغطيت بمانطا وكنتفرج وهذا ما كان واحد الحيط مزيون على واحد البراد تاع جلسنا وفكاك صاف اصات فكاك صاف كناكلوه والكال والله العظيم الا حسيت صراحه واحد الراحة نفسية شوية كمان ماشي بحال ماشي بحال اي والله درت توت الخير. دابا هادي الوحدة كنتسناو اليوم غنتسحرو كاملين ايوا صافي كنتسناو مثلا هاكا دير داك جوج ولا جوج ونص ولا كاع ثلاثة باش نتسحرو ان شاء الله. من دابا كنوجدو فلون في اخر لحظة اخر لحظة تخيل بسم الله. دابا هادي شحال الساعة؟ ثلاثة. لا هذيك راه ما محطاش هذيك عاد الجوج جديد باقية هذيك هذا كانت عندي القديمة فهميني زعما هذيك جديدة حسنك ديالنا كيصوب لنا السحور فلو في رمضان كتجي حلوه واعر لكن خارج رمضان تجيش زوينه. لا لا فاطمه زرا كتبغي في رمضان خارج رمضان كتموت على فلو فاطمه زرا كديرو بزاف كتموت على فلو. ايوا فلو شكون يدير لنا الحرشه؟ ديرو حرشه؟ لا ما ندير حرشه. المهم هذا كتجي مع كلوزات اول سحور لينا مع الفطار ديال ميمه وصراحه ما وجديش ليه بزاف غنديرو حنا نشوف لو وهكا. ايوا راكي جبتي غير شنو هو التقضيه ديال الطياب ديال الكوكوت لينا حتى الغدا حتى الغدا ان شاء الله. شفت غير داك الشيء مثلا التموين وصافي التموين اما ديري شي طنجره لا ديري بها طنجره شي مشكله جايات كثير سمحوا لنا على الصداع د الحمام راه شي كيدواش شي كيتفرج في التلفازة شي كيوجد السحور اللهم بارك وزد في ذلك الله يخلينا على خير حنا وياكم وجميع المسلمين امين. الله في الجوع صباح جاب الشح عندي لبنتي الحرشة واحد الحراشية نتمنى وتصدق حتى هي ان شاء الله يا ربي. درنا فلون ديال الشوكولا صافي برافو برافو العدل صافي ماشي مشكل صافي هادي كيف صافي هادو بلا قلت انا ما نشربش علاش السكر السكر والشوكولا. المهم هادشي اللي كاين دابا هادو غادي نديهم للثلاجه لا خرجيهم للبانكو حتى يتهاو دخلهم الثلاجه سخونين لا خرجيهم للبانكو يتهاوا و
ديك الساعه نجيبوهم للثلاجه ولا صافي غير البرد هذا البانكو دابا البرد من داك الصيف الحراره. يلا 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 صراحه كاين البرد. لا البرد دابا تشوفي غادي دابا غادي يجمد. هذه هي البلاصه ديال الباسي ديال السكي. هذيك هي بلاصته ها هي. عرفتي كان كيحما قال بحال يجي لهنا ويبقى يطلب. عاد هو كيدير لها واحد الكليسه صافي دابا حطيتيها. هذه هي العمر ديالو الله يرحمه ويوسع عليه يجلل عليه الراحه ومات. ولكن لما مثلتي الحي ديالك في واحد الفيو زوينه شوفوا المهم هادشي حطيت هنا جاية شوكة تبارك الله بعدو زوينة يعني خصوصا ملي كيكون نهار كتلقي دايز وراجع ما تقنطيش ديز كلسي هنا تلقاي ما ديرو باش تونسي. لا 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 ما نسى تبارك الله الحي زوين الحمد لله اللهم لك الحمد. هنايا دايرين خيمة الجامع زوينة عرفتي اللي كيقرا القرآن عندو واحد الصوت زوين. راهم جابو شي جوج سياوهم وعجبهم شي واحد خلاوه سمعت غيديرو حتى شي خيمة للعيالات. انا اللي قريت لكم هاد التسجيل. انا طبعا سعيد شويه. هذا راه بعيد.